هدى سيدة في عقدها الرابع، قررت مؤخراً الانتساب إلى أحد مراكز تعليم الكبار في الإمارات لنهل العلم بعد أن هضمت ظروف حياتها حقها في التعليم. هدى من ضمن عشرات السيدات ممن يؤمن بأن العلم نور ولو توفر متأخراً. حبيت نتعلم، يعني أقعد مع أولادي أفهمهم يعني شو يعني هذا في الكتاب، لما أقعد يكتب الواجب يسألوني إيه اللي في الواجب، أعرف أحله لهم، أعرف أفهمهم يعني شو هذا مكتوب داخل الكتاب، شو هالكلمات. حبيت أمسك المصحف أقرأ القرآن. الأمية التي هي حجر عثرة أمام تقدم الشعوب تصدت لها الإمارات منذ تأسيسها بافتتاح مراكز على مستوى الوطن للقضاء عليها، رغم أن الالتحاق بهذه المراكز يخضع لشروط معينة. شروط القبول في المرحلة التأسيسية والتكميلية تنطبق الشروط على المقيمين العرب الوافدين، الوافدين طبعا اللي هم جنسيات أجنبية، بشرط أن تكون زوجة مواطن أو أن أم مواطن أو درجة القرابة من الدرجة الأولى يكون عندها مواطن، مثل اللي لا تحمل أوراق ثبوتية، يعني هم فئة البدون أو تحت القيد. أما بالنسبة للإعدادي والثانوي لازم مواطنين أو زوجاتهم. ورغم أن خطط وزارة التربية والتعليم في الإمارات نجحت إلى حد ما في إلغاء النظام محو الأمية وطورته إلى نظام تعليم الكبار وفق كلام المسؤولين، إلا أن تحديات عدة ما زالت ماثلة. يمكن نقول أنه إحنا انتهينا من محو الأمية، لا، لكن إحنا الآن مستمرين في برامج تنموية أخرى، وطبعا هذه تشمل يعني الفئات مختلفة، منها الفئات اللي هم مثلا يعني تركت الدراسة بأوقات مبكرة، البعض يمكن ما عنده إمكانية أنه يعني لسبب ظروف عمله ولا ارتباطاته ما يقدر يلتحق بالمدرسة. أنشأنا نظام اسمه نظام المنازل. مراكز تعليم الكبار ربما نجحت في إخراج الأمية من إطارها الضيق المقصور على تعلم القراءة والكتابة فقط، موفرة صفوفاً تدرس كافة المواد التعليمية من الأول تأسيسي حتى الثانوية العامة.